قرصه يا عرب قرصه. ناقص 15. شوف هذا وحكي شلون عم يطلع الدخان من تمي شلون. بدي احكيكم عن الدرة، عن الدرة. تعرفوا الدرة؟ الدرة طيبة كتير. الدرة هاي العرانيس، الدرة خلاص اذا كنت اذا رحب بقين مثل القطر، تبقى مثل القطر، طيبة كتير. فيك تاكلها نية، ما في اطيب من هيك. فيك تسلقها وفيك تشويها، تمام. هلأ شو اللي خطر ببالي؟ شو جاب الدرة على بالي؟ إذا كنت ماشي باسطنبول وكذا وأكلت لك عنوز درة من شوية بتنبسط خير الله وين ما كان. اللي خطر ببالي إنه حبة الدرة هاي لما تتعرض لحرارة بصير بوشار، بتفرقع بتفرقع صح؟ بتفجر بتطير. إذا حطيته بالمقلاية حبات الدرة اليابسة بتفرقع هيك، بصير بوشار وبطيب الهواء. فخطر ببالي انه انسان لما بيذكر الله سبحانه وتعالى وبيحمى بالذكر، بيغلي مثل الابريق، بيغلي بالذكر، بيغلي بذكر الله، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر، بيغلي بيغلي بيغلي، بيحمى مثل عنوس الدرة. عنوس الدرة هذا يبلش بقى يفرقع، بتطير حبات الدرة هاي الشياطين. ما بتتحمل حرارة الذكر. في شياطين بتتحمل حرارة الذكر مثلا معينة، في شياطين بتتحمل أكتر. لكن انت وقت تحمى بالذكر ما بتلاقي إلا صاروا يفرنقعوا، يصيروا بشار ويطيروا بيهربوا. شياطين حواليك وفيك وبعروقك وما تاركينك وكل مكان مترصدين لك. هلا خصنا أيام هاي شياطين من كل حدب وصوب، بشر جن شياطين، كله شياطين حواليك. فبصيروا تفرنقعوا تتخلص منهم. فشد حالك بالذكر واغلي، اغلي مثل ابريق الشاي، ضل اذكر الله حتى تغلي حتى تفور. لما تفور ما بقى تهمك الدنيا كلها، ولا عاد يأثر فيك لا شياطين ولا غير شياطين. اللهم إني أعوذ بكلماتك التامة من غضبك وعقابك وشر عبادك، وأعوذ بك ربي من الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون.